إلى مقام فخامتكم رسالة من سيدي سمو أمير الكويت. الله يبارك. شكرا. سعيد في تواجدي للجزائر المرة الثانية في ظرف أقل من 5 أشهر، وتشرفت صباح اليوم بنقل رسالة من سيدي سمو الأمير إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، تتعلق طبعا في العلاقات الثنائية المتينة والعريقة بين البلدين، والتي إن شاء الله سوف تحتفل في العام القادم بمرور 60 عاما عليها. وكان هناك في توافق في الرؤى بين قيادتي البلدين بأن تكون يعني متى ما دخلنا في العام 60 أن يكون هناك في بناء لعلاقة استراتيجية متينة وخطة مزمنة لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة. كذلك تم نقل التعازي الكويت للجزائر بوفاة الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وبن صالح، وكذلك تقديم العزاء بضحايا الحرائق التي حدثت في الجزائر مؤخرا، وتجديد موقف الكويت التضامني مع الجزائر. كذلك تم النقاش بالنسبة إلى التحديات الإقليمية والدولية والتي تمر فيها منطقتنا، ولعلي أجدد أن موقف البلدين يتطابق فيما يخص ضرورة إطفاء كل الجوانب المتعلقة بالقانون الدولي وما هو مذكور كذلك في مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. كذلك تم التطرق إلى الجوانب العديدة التي تناقشناها في الاجتماع العربي في القاهرة، حيث أن الكويت الآن تترأس الآن الجانب العربي في مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للستة أشهر القادمة، ونحن في الكويت نشكر الجزائر على دعمها للرئاسة الكويتية وعلى إن شاء الله على كافة البرامج اللي راح تقدمها الكويت في هذا المجال. نشكر أخي معالي وزير الخارجية رمطان العمامرة لحفاوة الوفادة والاستقبال في بلدنا الثاني الجزائر، متمنين للجزائر قيادة وحكومة وشعبا المزيد من الأمن والأمان والرخاء والازدهار.